الثالث من الأصول الثلاثة، السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك، من نبيك؟ يعني كده يعني زيله مرتبة ياتاتو وتكوليزو يعني الله سبحانه وتعالى كيفك كبرياك وتكوليزو من نبيك يعني انتما كوني ناني هو محمد عليه الصلاة والسلام وتسماني محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله يعني باباك عبد الله ابن عبد المطلب يعني باباك انا يا عبد المطلب ابن هاشم ويعني كتوكا كو هاشم هاشم من قريش نهاشم من قريش وقريش من العرب يعني ناوي قريش يكوني وعرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ناوى عرب ولتوك كو إسماعيل إسماعيل نمتوتو إبراهيم نا الله سبحانه وتعالى أو برحمة نأماني زاكي نعم له من العمر 63 سنة يعني أليكوانا مياكا يعني ilikuwa miaka yake 60 yani ilikuwa ni 63 40 قبل النبوة و 23 نبيا ورسولا يعني 40 ilikuwa hajapata nubuwa yani hajakuwa nabii هو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام يعني alikuwa nabii na alikuwa pia يعني alikuwa rasul إلى ماذا يدعو عليه الصلاة والسلام يعني alikuwa ana fanya dawa gani يدعو للتوحيد وانذر عن الشرك يعني alikuwa anafanya kazi ya da'wa na anaambia watu wakuwe waislam na waende mbali shirk ila man bu'ith ila al-arab khassa la ila al-thaqalain al-jin wal-ins yani alitumwa kwa watu gani yani alitumwa kwa arabu peke yao la alitumwa kwa watu wote ما معنى هذا؟ معنى هذا أن كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفر أكبر كائن من كان يهودي نصراني مجوسي يعني آية ما ننسى معنى ياك يعني يعني بنا معنيش كمان بالله سبحانه وتعالى أكيشة كوبا يعني كل يعني كلا منتم وين يأمسكين النبي صلى الله عليه وسلم نهاكم واميني أجوه كوان با أميفاني كفر نيو كفر كوبا سانا نعم ولد بمكة وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام ومات بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الحق ما الحق البشر يعني أمي أمي يعني سكويك كوزالي ولزالي ومكة لكني أكفاني هجراك مدينة نا ندو أبو أبو أمك فاريكيا نا نمتو كما ويوي ألي فاريكي أكمل الله به الدين هذا الدين كمل لا يستطيع أحد أن يضيف إلى هذا الدين شيء يعني ولا ابتدع الله سبحانه وتعالى amefanya hii dini ameikamilisha kwake na hakuna mwingine atakuja na yani atakuja na kitabu kingine لم يترك شيئا يقرب الى الله الا وامر به واعظم ما امر به التوحيد ولم يترك شيئا يبعد عن الله الا ونهى عنه واعظم ما نهى عنه الشرك يعني hakuacha kitu isipokuwa kadogo kikubwa yote ametufundisha yani kitu kikubwa chenye ametufundisha ni tauhid na kitu kibaya chenye kubwa sana ametufundisha kibaya sana ni shirki kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala fardhat alayhi salawat al-mafruḍa al-khams qabla an yuhajir al-madina bi 3 sinin faradha Allah subhanahu wa ta'ala bi nafsi laylat al-isra wal-mi'raj يعني الله سبحانه وتعالى أممّا صلاة تانو قبل يكوفان هجرائك مدينة يعني مياكا ميتاتو نعم عليه الصلاة والسلام أدى هذه الرسالة أكمل أداء عليه الصلاة والسلام وتوفي عليه الصلاة والسلام وترك الأمة على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك نسأل الله العافية والسلامة والله أعلم Na Allah subhanahu wa ta'ala amemuondosha kwa hii dunia hakufariki yani isipokuwa amefanya kazi yote yenye Allah subhanahu wa ta'ala amemleta hapa kufanya. Na kila kitu amekibainisha isipokuwa kwa ule mwenye atataka njia mbaya na huyo Allah subhanahu wa ta'ala muongoze.